أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس اليوم الختامي لهذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. هذه السورة سورة الزلزلة، مكية عند بعض المفسرين ومدنية عند أكثرهم. يقول الله عز وجل فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا حركت واضطربت لقيام الساعة زلزالها، أي اضطرابها الشديد المناسب لعظمها، وهو اضطراب مهول عظيم يحير كل من كان عليها. وأخرجت الأرض أثقالها، أي في ذلك اليوم تخرج الأرض كل ما فيها من كنوز ومن موتى فتلقيهم على ظهرها. وأنتم تعلمون أن الأرض مليئة بكل شيء، لو لم يكن فيها إلا بنو آدم منذ أن خلقهم الله وإلى اليوم. قال الله عز وجل: وقال الإنسان ما لها. قال الإنسان، قلنا إن كلمة الإنسان قد تأتي لعموم الناس وقد تأتي للرجل الكافر. ففي مثل قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، هذه لعموم الناس، وقد تأتي ويراد بها الإنسان الكافر. وقد يكون منها هذه الآية، وهو قوله: وقال الإنسان، أي المنكر للبعث، ما لها. هذا إن كان القول بعد أن يبعث الناس، فهو إذا بعث قال: ما لنا بعثنا، من الذي جاء بنا إلى هنا، ما هذه الدار التي أتينا إليها. أما إن كان ذلك قبل أن يفنى الخلق، وكان المقصود من قيام القيامة هو يعني انتهاء الدنيا، فإن من يقول ما لها قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، والعلم عند الله عز وجل. قال: وقال الإنسان ما لها، منكرا لتلك الحالة، يومئذ، أي في ذلك اليوم، تحدث الأرض أخبارها، أي تنبئ بما عمل عليها من خير وشر، وتقول ما قيل ما كان عليها من أي أحد. قال الله عز وجل: وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله أمرها بذلك وأوحى لها بأن تخبر بما عمل عليها. وهذه تجعل كل واحد منا يا إخواني يحرص على أن يزرع الأرض خيرا، وأن يعمل على كل بقعة يمر بها خيرا، لأن الأرض ستخبر بما عمل عليها. فاجتهد ألا يراك الله عز وجل على معصية في بقعة من بقاع هذه الأرض،
واجتهد أن تصنع في كل موطن خيرا، بل احرص على أن تفعل الطاعة في الموطن الذي لا يفعل الناس العادة الطاعة فيه. انتبه لهذا، أحيانا يكون الإنسان في طائرة والناس منشغلون بقراءة الصحف والمجلات أو بالأكل أو بالتسلي بالألعاب أو غير ذلك، صلي في هذه الطائرة ليكن ذلك مما يشهد لك يوم القيامة، وإذا أخبرت عنك تلك الطائرة أو ذلك المكان الذي كنت عليه وإذا بها تخبر خبرا حسنا يسرك أن تسمعه يوم القيامة. قال الله عز وجل: بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بذلك. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ينصرفون من موقف الحساب ليروا أو ليروا جزاء أعماله، فيرون ماذا يجازيهم الله عز وجل به، وما هو الذي كانوا يوعدون به من خير أو شر، وما يبقى من الناس أحد إلا وهو يصدر، ولا بد أن يرى إما خيرا وإما شرا. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه آية عامة جامعة، لم تدع شيئا من الخير ولا شيئا من الشر إلا تضمنته، فأي خير تعمله ستراه، سواء كان هذا الخير خفيا قليلا قلبيا أو كان ظاهرا جليا يرى بالأبصار، كل ذلك ستراه. يعلم خائنة الأعين حتى خيانة عينك التي تبصر بها ما لا يحل لك، ستراها يوم القيامة. وحتى قولك سبحان الله والحمد لله وكل شيء يصدر منك من خير أو شر فإنك ستراه. ومعنى قوله ستراه أي ستراه أمامك وتجزى به، وليس المقصود أن تراه فقط، بل إنك ستراه وتجزى به. وهذا يدلنا يا إخواني على أن موازين الرب سبحانه وتعالى وحسابه لأعمال الخلق لا يدع منها شيئا، لأنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة. ومثقال الذرة يا إخواني شيء لا يمكن لنا أن نوجد له ميزانا نزنه به في الدنيا. من الخير ستراه، والله لو كانت مثل رأس الدبوس من الدمع يخرج من عينك رحمة على مسلم أو من خشية الله ستراه يوم القيامة، ولن يضيع عند الله جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة العاديات التي يقول الله عز وجل فيها، وهي سورة أيضا اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والظاهر من آياتها أنها مكية. قال الله عز وجل فيها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أقسم الله بالخيل، أقسم الله بالخيل في حالة عدوها، والضبح هو صوت الخيل عندما تسرع وتعدو. فالموريات قدحا توري النار، أي يظهر الشرر من وقع حافرها على الحصى عندما تجري على الأرض. فالمغيرات صبحا أي تغير على العدو في وقت الصباح الذي هو أفضل أوقات الإغارة. فأثرن به نقعا أي فأثارت تلك الخيل به، أي بالمكان الذي كانت فيه أثارت الغبار. فوسطن به أي بالغبار جمعا، توسطت بذلك الغبار وأصبحت تتفانى في الدفاع عن صاحبها والقيام بحقه عليها. إذن هذا قسم من الله عز وجل بالخيل، إذا
غدت للقتال وهي مسرعة وأثارت النقع وأغارت في الصباح وأورت الحجارة وتوسطت الجمع، جمع المقاتلين. على ماذا؟ قسم على أمر عظيم، وهو حال هذا الإنسان الذي يكرمه ربه ويمنحه ويعطيه ويدله وينعم عليه، ومع ذلك يقابل نعم الله عز وجل بالكفران والكنود والجحود. وهذا أمر يجب على العباد أن يتفطنوا له، فإن هذه عادة مركوزة في نفوس الناس، إلا من سلمه الله عز وجل بالإيمان وخلصه بالرجوع إليه وحده. إن الإنسان لربه لكنود، أي إنه لنعم الله عز وجل عليه لكنود، أي جحود يجحدها، فيقول هذه النعم مني، إنما أوتيته على علم عندي، أنا من أثل وأنا من زرع وأنا من بنى وأنا من صنع وأنا من شيد وأنا من فعل. ويقول أيضا ماذا فعل الله بي؟ ما أعطاني شيئا، أنا مسكين، أنا دائما منكود ومقرود، وإلى آخره من العبارات التي يجحد بها نعمة الله عليه. فاتق الله يا عبد الله واحذر أن تكون كذلك. ولذلك قوله إن الإنسان لربه لكنود، لكفور يجحد بنعم الله، هذه معناها إن الإنسان الكافر، وأما المؤمن فيسلمه الله عز وجل من ذلك. وإنه على ذلك لشهيد، إنه أي الإنسان لشهيد على ذلك، شهيد على كفرانه، هو بحاله ومقاله يشهد على كفرانه وأنه يجحد نعمة الله عز وجل. ويمكن أن يعود الضمير إلى الله عز وجل، وإنه أي الله على كفران الإنسان لشهيد، يشهد عليك الله بكفرانك لنعمه. قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي شديد الحرص على المال. وكلمة الخير تأتي في القرآن بمعاني، منها معنى المال، إنه يحب المال، فالمال يأتي في القرآن بمعنى، أو يأتي الخير في القرآن بمعنى المال، ويأتي الخير في القرآن بمعنى المال الكثير، كما في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كثيرا الوصية. ويأتي خير بمعنى أفضل، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وتأتي بمعاني أخرى مذكورة في كتب الوجوه والنظائر. قال وإنه لحب الخير لشديد، قد طبع على أن يحب المال حبا شديدا، كما قال الله في سورة الفجر قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا وكثيرا. ثم قال الله عز وجل مهددا هذا الإنسان ومذكرا له بمصيره بين يدي الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ألا يدري هذا الإنسان أنه يأتي يوم سيبعث فيه ويخرج من القبور؟ بعثر بمعنى أثير وأخرج من القبور، ستخرج من هذه القبور وترد على الله في دار لا فناء بعدها. وحصل ما في الصدور، لماذا جاء بتحصيل ما في الصدور؟ لأن السورة ذكرت كنود الإنسان وكفوره، والكفور في القلب، يكفر الإنسان نعمة الله ويجحدها في قلبه، ويبدو أثر ذلك على لسانه وجوارحه. فالله يهدده بأنه سيحصل ما في الصدور، أي سيخرج ما في هذه الصدور ويجازي الإنسان على ذلك. قال وحصل ما في الصدور
إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل ربهم الذي رباهم بنعمه وأعطاهم من النعم فوق ما طلبوا بهم، وقدمهم اعتناء بهم وتذكيرا لهم بأنهم هم المقصودون بهم يومئذ، أي في ذلك اليوم لخبير. والخبرة كما أسلفنا مرارا هي العلم بدقائق الأمور، فالخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفيات الأمور. فالله عز وجل عندما يذكر الأشياء الخفية يذكر اسم الخبير، كما في قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لماذا؟ لأن المذكور في الآية يتعلق بأشياء خفية وهي غض البصر وحفظ الفرج، فذكر بعدها أنه خبير بما يصنعون. وهنا لما كان كنود الإنسان في قلبه وحبه للمال وشدة حرصه عليه أيضا في قلبه، ذكر الله عز وجل ما يتعلق بهذا الشيء الخفي الذي لا يطلع عليه الناس، وهو إن ربهم بهم يومئذ، أي يوم يبعثهم ويبعثر قبورهم ويحصل ما في صدورهم، لخبير بهم فلا تخفى عليه من أعمالهم ولا أحوال قلوبهم شيئا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة القارعة، هذه السورة التي ذكرت القيامة باسم من أسمائها وهو اسم القارعة، وهي سورة مكية وعدد آياتها 8 آيات. وسميت القارعة أو القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بشدة هولها وعظم خطبها وصيحتها وصوتها. قال الله عز وجل: القارعة، ثم استفهم معظما شأنها: ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ إنها شيء عظيم. وهذا اللون أو هذا الأسلوب معروف عند العرب، وهو يعني أسلوب تكرار الكلمة للتهويل، لما تقول: ذهبنا إلى بستان، أي بستان؟ تقصد بذلك تفخيمه وتعظيم أمره. ويكتفى بهذا عن عبارات كثيرة تقال في تفخيم شأن ذلك الأمر الذي يراد تفخيمه وتعظيمه. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما أنبأك وأعلمك بشأنها؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآن بدأ يفصل في ذلك اليوم الذي تكون فيه القارعة. قال: يوم يكون الناس، كل الناس، كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر. وسماه مبثوثا لأنهم يخرجون يوم القيامة لا يدرون ماذا يصنعون من شدة الهول وعظم الخطب، مثل ما تدور هذه الحشرات حول النار، فإنها تلف هكذا، تذهب تجيء وتذهب وتجيء، كذلك حال الناس من شدة ما يصيبهم من الهول ذلك اليوم، فهم كأنهم جراد منتشر. وهنا كالفراش المبثوث، يموج بعضهم في بعض حتى يدعوا إلى الحساب ثم يجيبوا فيذهبوا إلى أرض المحشر والمنشر. قال الله عز وجل: وتكون الجبال، أي في يوم القارعة، كالعهن المنفوش، كالصوف إذا ندف ونفش. هذه الجبال الراسية القوية المتينة التي لا يستطيع الإنسان أن يشق منها شيئا إلا بشق الأنفس، في يوم القيامة تصير حالها إلى أن تكون مثل الصوف المندوف من خفتها. من الذي قلبها وغير حالها؟ الذي بيده مقاليد الأمور كلها، يقول للشيء كن فيكون. وذلك اليوم يا إخواني هو يوم الانقلاب الكوني الهائل، الشمس تنطفئ وتسقط، النجوم تنكدر تتساقط وتظلم،
الجبال تسير وتكون كالعهن المنفوش، البحر الذي هو مصدر الماء يكون مصدر للنار، الوحوش تأتي وتسير مع الناس حيث ساروا لا تمسهم ولا تقربهم ولا يخافون منها ولا تخاف منهم. كل شيء يتغير، لماذا؟ لأن الذي وضع الكون على هذا النظام يريد أن يخبرك بأن بيده تغيير هذا النظام إلى نظام آخر. فلا تظن أن هذا الذي يجري من حولك أمر لا يمكن تغييره، بل الذي بدأ قادر على أن يغيره وأن يبدله كما يغيرك أنت ويبدلك. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه مرحلة من مراحل الجبال في يوم القيامة، فأول مراحلها أن تدك، فإذا دكت صارت كثيبا مهيلا، ثم تكون كالعهن المنفوش، ثم تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، أي في ذلك اليوم الذي تخف فيه الجبال ويكون الناس فيه كالفراش المبثوث ويصيب الناس فيه الهول، لا ينتفع الإنسان بشيء إلا بعمله الذي قدمه في الدنيا، تعرض على الله وعلى موازينه. فأما من ثقلت موازينه بالعمل الصالح والإيمان الصادق ورجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي في الجنة، راضية أي ذات رضا بأن يرضاها وأن تكون مرضية له، فيقال عيشة هانئة أي قد هنئ فيها صاحبها، وعيشة وجنة راضية أي قد رضي أصحابها فيها. وأما من خفت موازينه، أي ليس عنده من العمل الصالح ما يثقل به الموازين، فأمه هاوية، أمه أي مسكنه هاوية وهي النار، فيقال للمسكن أما لأن الإنسان يأوي إلى ذلك المسكن، ويقال أيضا للرأس ووسطه أما، وعلى هذا المعنى فأمه هاوية أي أنه يكب في النار على رأسه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقوله أمه هاوية أي أنه يكب ويهوى في النار على أم رأسه. قال الله عز وجل: وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هذه الهاوية، أي شيء هذه الهاوية؟ إنها شيء عظيم، نار حامية، نار قد احتمت وغلت فهي تتقد وتغلي، أوقد عليها ألف سنة ثم ألف سنة ثم ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار قد فضلت على ناركم هذه في الدنيا 69 جزءا. قالوا: يا رسول الله إنها لكافية، يعني لو عذبنا بهذه النار لكانت كافية. فقال: لقد فضلت عليها 70 جزءا، يعني هذه النار التي تصهر الحديد وتذيب أصلب الأشياء في الحياة يوم القيامة تضاعف على من يكونون فيها، نسأل الله العافية والسلامة، حتى تكون أثقل وأشد وأعظم 70 مرة. قال الله عز وجل: نار حامية. بعد ذلك ننتقل إلى سورة التكاثر. هذه السورة جاءت أيضا للتهديد ولتذكير أولئك الغافلين عن الاستعداد ليوم الوعيد الذين ألهاهم تكاثره، وأطلق هنا التكاثر ولم يذكر شيئا متكاثرا به، ليبين أن كل شيء تكاثر به
ما لم يكن في طاعة الله فهو مما يلهي ومما يندم عليه الإنسان أيا كان ذلك الشيء. لا يقتصر ذلك على المال، لأن من الناس من لا يكون حريصا على جمع المال شديدا لكنه حريص على الجاه، ومن الناس من هو حريص على المزارع، ومن الناس من هو حريص على جمع النساء، ومن الناس من يكاثر بالبنين، ومن الناس من يكاثر بالشهادات، ومن الناس من يكاثر بالرحلات والسفرات، ومن الناس من يكاثر بالكتب والمؤلفات. أنا مكتبتي أكثر من مكتبتك، وشهاداتي أكثر من شهاداتك، ومعلوماتي أكثر من معلوماتك. كل ما لم يدلك على الله وتسلك به صراطه وتدخل به جنته فهو مما يلهي ويشغل، فإياك إياك. ولا تشغلك الصور، تقول والله هذه كتب ولا هذه شهادات وليست أموال أو فلوس أو دراهم أو دولارات. لا، كل ما تشغلت به عن طاعة الله ولم تحصل به عملا صالحا أو إيمانا صادقا فهو مما كاثرت به، فأنت تندم عليه يوم تلقى ربك. ولذلك قال هنا: ألهاكم التكاثر، أشغلكم أيها الناس تكاثركم. ولو لاحظتم يا إخواني لوجدتم أن أعظم شيء يلهي الناس هو التكاثر. فتجد الإنسان عنده راتب قدره مثلا 10,000 ريال، يستطيع أن يجد به كفايته ويعول به أهله ويستر به نفسه، ويستطيع فيما تبقى من الوقت أن يخصصه لطلب العلم وللدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض. ولكن ينظر إلى أخيه وشقيقه وإذا به يستلم 15,000، وينظر إلى زميله وصديقه وإذا به يستلم 17,000، وينظر إلى جاره وإذا به يستلم 20,000، لكن أخاه وجاره وزميله يعملان ضعف العمل الذي يعمله مثلا، فتجده يقول أبحث عن عمل آخر، فيتشاغل من أجل أن يكاثر، حتى إذا جلس في مجلس أو بدأ يحسب حساباته يقول أنا أكثر من فلان، أنا مثل فلان. سئل أحد التجار، قيل له كم يكفي الإنسان لكي ينال نعيم الدنيا في تقديرك؟ فقال يكفيه 50 مليون ريال. قيل له طيب ما الذي يحمل التجار على أنهم إذا حصلوا هذا المبلغ صاروا يسعون أشد من سعي بقية الناس ويجتهدون أكثر من اجتهاد الفقراء في طلب المال؟ ما الذي يحملهم على ذلك؟ لا تفسير لذلك إلا التكاثر، وإلا ما من إنسان يجمع مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 إلا وهي تكفيه حتى يموت. ولكنه ما يحمله على الطلب واللهث وترك الصلاة أو الانشغال عنها أو البخل بالزكاة أو الشح في النفقات الأخرى التي أوجب الله إلا أن يكاثر أصدقاءه وزملائه والتجار والناس حتى يقال إنه أثرى وأفضل وأغنى وأحسن وأجمع من فلان وفلان وفلان. فالتكاثر خطير، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إيش وتفاخر لعب إن علموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتكاثر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. راجع نفسك، إذا رأيت نفسك تجمع الأشياء لأجل أن تكون أفضل من فلان وفلان فاعلم أن هذا مما يلهي ولا ينفعك. والله حتى لو كانت مصاحف، لو كانت كتب علم شرعي، ما دمت تريد أن تقول أنا أكثر وعندي ما ليس عند فلان فقد ألهاك التكاثر وانشغلت عما خلقت له. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم فوردتم على المقابر. هذا هو المعنى الصحيح للآية، خلافا لمن قال إن المشركين تفاخروا وتكاثروا فقالوا إن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان ومنا فلان،
حتى ألجأهم ذلك إلى أن يذهبوا إلى المقابر فيذكروا موتاهم. تقول كل قبيلة منا فلان ومنا فلان، يشيرون إلى قبره، ومنا فلان وفلان. ولكن الظاهر أن المعنى أشغلكم أيها الناس وتكاثركم بما تتكاثرون به عما خلقتم من أجله حتى متتم فزرتم المقابر. وسمى الدخول إلى المقابر زيارة لأن الزائر لا يلبث عادة عند من يزوره إلا قليلا، فالوقت الذي سنمضيه في قبورنا هو وقت يسير مثل وقت الزيارة الذي تقضيه عند أحد أصدقائك بالنسبة لما يأتي بعده. فما أعجل المزور أو ما أعجل الزائر أن يرحل إلى دار فيها إقامة. قال الله عز وجل: كلا ردع للناس عن لهوهم بالتكاثر وغفلتهم عنه عن ما خلقوا له حتى يدخلوا المقابر سوف تعلمون عاقبة تكاثركم. ثم كلا ردع لهم مرة أخرى: سوف تعلمون إذا وردتم على الله في الدار الآخرة. كلا سوف تعلمون أي في قبوركم عاقبة تكاثركم، لأنه في قبرك سيأتيك شيء واحد يؤنسك فيه عملك، فإن كان صالحا رحبت به وقلت فوجهك الذي يأتي بالخير من أنت رحمك الله، فيقول أنا عملك الصالح. ويأتيك إنسان مظلم موحش فتقول له من أنت، فيقول أنا عملك السيء، فتقول وجهك الذي يأتي بالسوء، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تعلم في قبرك عاقبة ما كاثرت به وانشغلت به عن الدار الآخرة. ثم تعلم إذا وردت على الله في الدار الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون إذا بعثتم عاقبة تكاثركم. ثم قال: كلا ردع مرة ثالثة: لو تعلمون علم اليقين لما تكاثرتم. جواب لو هنا محذوف للعلم به. لو تعلمون الدار الآخرة وما أعد الله لكم ما فعلتم هذا الذي فعلتم، ولما تشاغلتم بهذا الذي تكاثرتم به، ولما ألهاكم عما خلقتم له. لو تعلمون علم اليقين علما يقينيا جازما وكانت قلوبكم ممتلئة بالعلم بالدار الآخرة ما فعلتم هذا الذي فعلتموه، ولكنكم تشكون في الدار الآخرة وتنسون حظها وما يجب من الإيمان بها. ثم قال الله عز وجل: لترون الجحيم. يظن كثير من الناس أن قوله لترون جواب لقوله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، لترون جملة جديدة، اللام هنا موطئة للقسم، أي والله لترون الجحيم. فإذا رأيتم الجحيم رأي العين ليس علم اليقين، ولكن إيش؟ عين اليقين، ترونها وهي أمامكم ظاهرة. لترون الجحيم إذا رأيتموها في تلك اللحظة علمتم أنكم كنتم مشغولين بأمر لا ينفعكم، وأنكم تلهيتم وتكاثرتم بشيء قد أشغلكم عن هذه النار التي يجب أن تذكروها وأن تستعدوا لها. ثم قال الله عز وجل: ثم لترونها عين اليقين، أي يقسم ربنا سبحانه وتعالى أن الناس سيرونها عين اليقين ماثلة أمامهم. واليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين وهو أن تعلم الشيء علما جازما لا شك فيه ولا مرية، وعين اليقين وهو أن تراه بعينك، وحق اليقين وهو أن تكون فيه. فنحن سنرى النار عين اليقين، لكن لن تكون حق اليقين إلا لمن دخلها، نعوذ بالله من أن ندخلها، نعوذ بالله من عذاب الله. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي في ذلك اليوم الذي تبعثون فيه وتكونون قد تشاغلتم وتكاثرتم وتلهيتم بما تكاثرتم به،
ستسألون في ذلك اليوم عن كل نعمة أنعم الله بها عليكم، أيا كانت هذه النعمة، ماذا فعلتم بها؟ كيف قابلتموها؟ هل شكرتم الله عليها؟ نعمة الهواء البارد، المسجد، اللسان، العين، السيارة، البيت، الشارع المعبد، الزوجة، الولد، المال، الثوب، الأصبع، الظفر، الشعر، كل شيء أنعم الله به عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ فأنت تسأل عن كل نعمة، يقال لك: كيف أديت شكرها؟ ماذا صنعت بها؟ هل شكرت الله عليها؟ هل صرفتها فيما ينبغي لك أن تصرفها فيه؟ أن تصرفها فيه؟ واستعملتها في طاعة الله عز وجل؟ يا إخواني، خرج يوما نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الرؤوف الرحيم الشكور الذي يقول وهو يقوم من الليل ما يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له: ألا ترفق بنفسك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ خرج ذات يوم عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع، يعني أبحث عن طعام حتى آكل وأسد به رغمتي. قال: هلموا بنا. فذهبوا إلى مزرعة أحد الأنصار يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا فكلمتهم امرأته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو الهيثم؟ قالت: ذهب يا رسول الله يستعذب لنا الماء. فما لبثوا أن جاء أبو الهيثم، ففرح برسول الله وبأبي بكر وعمر، وقال: من أكرم مني أضيافا اليوم؟ يعني لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم على وجه الأرض، وأنا أشهد له والله بذلك. فأول شيء بدأ به جاء بالماء، ثم ذهب إلى عذق من التمر فجذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اجتنيت لنا؟ يعني انتقيت من التمر لنا وأبقيت الباقي في النخلة. قال: يا رسول الله، إني أحب أن تأكلوا من بسره ورطبه وتمره، ما أريدكم تأكلون من نوع واحد أنا أنتقيه، بل أريدكم تأكلوا من هذه الأنواع كلها. ثم أخذ المدية، فقال، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح له، فقال: إياك والحلوب، وهذا من رفقة عليه الصلاة والسلام بمن يكرمه، قال: إياك وأن تأتي إلى شاة حلوب، يعني تشرب من لبنها فيذهب عليكم يعني درها وضرعها. فذبح لهم جديا فشواه، ثم جاء به فأكلوا وشبعوا. فلما شربوا وأكلوا من التمر والرطب والبسر، ثم أكلوا من هذا اللحم المشوي، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين ضحوا بأموالهم بديارهم بأهليهم، أوذوا في سبيل الله، نذروا أنفسهم وأبدانهم لله، يقال لهم مثل ذلك، ما بالكم بنا نحن يا إخواني، نبيت في كل يوم شباعا، عندنا لا أقول قوت يومنا، بل قوت عامنا، بل قوتا يكفينا ويكفي من حولنا، ألن نسأل عن هذا النعيم؟ ماذا صنعنا به؟ كيف أدينا شكره؟ بلى والله لنسألن عن هذا النعيم الذي نحن نعيشه يوم القيامة. فأعد يا مسلم، يا عبد الله، أعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.